ناحيه اليمين عند اللي بيحاول فيها ليما، يعدي كويس ليما، يطلع بدايه القائم الثاني اولا، واحلى من لوكاس تعجيب يوسف الفرنسي في الظهور الاول ممتاز، لكنها عاليه وايد زياده عن بدايه الملعب. في اسماء ممكن اللي ما تابعش عميد الدوسري ما شافش يعني ايه هداف، ادي محاوله حلوه يا ليما، حلوه بدايه الملعب وايد ضربه عمر الزاعل أمامية، أدي أدولفو ليما يستلم كويس مع سجان أوريو عايز يعدي على طول، ليما يعدي كويس يأخذ العرضية وأدي محاولة وأدي هنا بقى الكرة رجعت الكرة في وسط الملعب الثاني، أدي محاولات من الوحدة اللي بدأ يدخل فيها أجواء المباراة مش أكتر، وأدي هنا بقى الكرة الثاني ولا الضرب من الثاني بداية من اليمين، وأدي الانطلاقة من أدولفو ليما مع الكرة ليما طلعنا عمر الزاعل، عمر مع الكرة من اليمين يحاول ان هو يعدي، عمر يلعب مع الكرة لكنها سيست للكرة الثانية عند ادولفو، يحاول يعدي كم على الشوط ياخذ الكرة، ليما يلعب الارض حلوة يا غزالي، يا سلام من زاعل ممكن عرضية ممكن يبقى فيها كورة ولكن تخبط ترجع ثاني عند عمر الزاعل لماجد الغزالي ينقل عند ادولفو ليما، لسه الفينش لسه النهاية النهاية، ولكن هنا بقى فيها لمسة راح يلعب كاساسي واحد من اللعيبة المتميزين، عالية الكرة محاولة البداية من الناحية اليمنى حلوة عند ادولفو ليما، ياخذ الكرة كويس يعدي ليما من قدامه سامي سويد عايز يبرر بالارض، لعب الارض حلوه ولكن برافو ردت مره ثانيه عند ماجد، يا سلام على التمريره الفكره حلوه لكن التنفيذ ايه التنفيذ ايه التنفيذ ايه التنفيذ احلى بدايه الملعب وايضا ضربه ركنيه ليما استحق فيها محاولات لسه هو ضغط ولكن تنقطع الكره من قدامه نصت عند ادولفو ليما اللي مقدم شوط اول ممتاز مشاهدي بيت الكره السعوديه اي بي سي بلو سبورتس نشاط الاخر الثاني لغادي السريع علي لوكاس علي يستلم جوه منطقة الجزاء ضغط من جانب الوحدة وأدي الكرة بره المنطقة ولكن علي حوادي لسه ما خلصتش لو لعب على الناحية الثانية حلوة لأدولفو ليما استلم ليما يا راح اللي استلم كويس قبل السنة